بنجيب مدربين اجانب نوفر لهم كل الامور. الراجل زي بيقولوا كده اللي بيطلب باب العصفور بنجيبه له يعني. هل ممكن نلجأ مثلا ان احنا المدربين المصريين نعمل لهم فتره معايشه مع الناس الاجانب دي ولا الموضوع مش مستاهل؟ لا الموضوع بص المدرب المصري المدرب المصري على فكره يمكن برضو من الحاجات الكويسه جدا المدرب المصري. انا يعني لحد دلوقتي يومنا هذا بتفرج على ماتشات اوروبيه وبستفاد منها مش كمشاهد. انا بحب اتفرج اشوف الفنيات وشوف التكتيك وشوف اسلوب اللعب وشوف التحركات كل هذه الامور. اي مدير فني بيستفاد من الحته دي وممكن يستفاد من مدير فني اجنبي ليه لا؟ يعني ممكن يستفاد من مدير فني اجنبي بيقود فرقه مصريه اشوف اسلوب لعب اشوف تغييرات وكل هذه الامور بتبقى حاجه كويسه جدا في حق المدير المصري المدير الفني المصري. ولكن المدير الفني المصري لا في مدربين اكفاء في مدربين على الساحه كويسين يعني الحمد لله. طب بالنسبه لمدربين حضرتك بما انك شايف موضوع رخص المدربين وبنا اتاخرنا شويه في الخطوه دي وده اللي مخليه مثلا ان في بعض المدربين الفنيين دلوقتي قاعدين في مدرجات عشان معهمش رخصه يقودوا بيها الفريق بتاعهم. واحنا ليه اتاخرنا في الخطوه دي؟ يعني ليه المدرب بيقعد سنه واثنين وثلاثه وهو مدير فني من غير ما يفكر هو الرخصه لازم ياخدها؟ طب انا معايا الرخصه. تمام انا معايا الرخصه ومعايا الرخصه ايه وكله وكل اعلى رخصه مش شرط. انا بشتغل دلوقتي ما بشتغلش في التدريب ولكن اتمنى ان اعود للتدريب فعلا تاني مع الرخصه. في ناس ما خدتش الرخصه دي لان زي ما قلت لك مين اللي النهارده بيعمل اتحاد الكوره والنهارده بيعمل النهارده بيعمل الحاجات دي وبيعمل مع الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي عشان دوري المحترفين عشان دوري المحترفين في النهارده بينظم الحته دي اتحاد الكوره يعني المفروض. طبعا على ذكر المدرب المصري والمدرب الاجنبي والكلام ده حضرتك لو خدت حضرتك لتجربه منتخب مصر ومؤخرا قاله الكابتن ايهاب جلال وتعليم روي فيتوريا اللي بدا مسيرته بالفعل مع منتخب مصر حضرتك ككوتش شايف ان الكابتن ايهاب جلال كان زي ما اتقال في الاعلام او بعض المدربين هناك كان هو كبش فدا او تم تضحيه بيه او فعلا لم يعامل بالشكل اللائق في ادارته الفنيه لمنتخب مصر؟ هو لم يعامل بصراحه يعني برضو خلينا بنتكلم بوقائع لم يعامل بالطريقه الكويسه لمنتخب مصر وبرضو جه في ظروف صعبه يمكن الامور كانت صعبه جدا بالنسبه له طمن الخساره وبعد كده يمكن راح لعب مع كوريا في مباراه حبيه 4-1 يعني برضو خلت الناس اتهزت شويه وثقت في الكابتن ايهاب. فطبعا الامور كلها اصبحت النهارده قدام اتحاد الكره لازم ياخد قرار لان الاعلام معلش يعني الاعلام كان ضد ايهاب الجماهير ضد ايهاب فلازم النهارده اتحاد الكره يقدر يمشي على هذه المسيره فخد قرار ب ايهاب جلال النيب. حضرتك لو كنت مكان الكابتن ايهاب جلال اصلا من الاول كان ممكن توافق على القرار ده من فتره منتخب مصر كانت صعبه جدا بعد رحيل كيروش والخروج من خساره كاس امم افريقيا والخروج من كاس العالم. حضرتك شوف كان الفتره دي كانت هي الانسب ان يتواجد فيها مدرب مصري منتخب مصر؟ كان عادي عادي جدا ان انت تتواجد زي ما قلت لك النهارده شغلك مع المنتخب وشغلك ونتائجك كانت ممكن كانت تديك استمراريه حتى كانت تديك استمراريه وتديك دعم من الاعلام ومن الجماهير كانت تديك استمراريه ولكن النتائج ما ساعدتش الكابتن ايهاب جلال عشان كده يمكن قلت لك تم الاقاله وتم الاقاله بطريقه مش ظريفه قوي.